وصلنا لفقرة دليل المشاهدين. والرسالة الأولى من ناهد جلال سيد من البحيرة، بتقول إنها كانت بتشتغل في مشروع مبادرة التعليم التابع للمجلس القومي للمرأة من عام 2004، لكن بعد الثورة تم ضم المدارس التابعة للمشروع لوزارة التربية والتعليم مع تجاهل كل العاملين اللي في المشروع من 8 محافظات، وتم الاستغناء عن خدماتهم وقالوا لهم إنهم هياخدوا مرتبات لغاية شهر ديسمبر 2011، لكن ده ما حصلش. آخر مرتب قبضوه كان في شهر يوليو، وبيسألوا عن حقهم وعن أسباب توقف مشروع للتعليم. السيد وزير التعليم يفترض منح هؤلاء حقوقهم. وأخيرا رسالة من بدوي درغام محمد إبراهيم الفيوم، بيقول إنه قدم طلبات كتير في مشاريع المحافظة للخريجين ليحصل على قطعة أرض صغيرة يصرف منها على أسرته، لكن لم يتلقى رد ويناشد محافظ الفيوم ووزير الزراعة اتخاذ اللازم لمنحه قطعة أرض. أنا كمان برجو إن يكون هناك إمكانية، إذا كان هناك إمكانية لتلبية طلبات الناس في حدود القانون.